لتسليط الموضوع أكثر على بيان الهيئة ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول مسؤول قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور إلى هذه الجولة الإخبارية. كيف تنظر الهيئة إلى الاعتداء الصهيوني وفي أي سياق يوضع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك. يعني لم يقف أو لم يستنكر أحد طيلة السنوات الماضية من المجتمع الدولي أو يتخذ أي إجراء حقيقي تجاه العدوان المستمر الذي ترتكبه إدارة الكيان الصهيوني أو الإدارات الكيان الصهيوني المستمرة، ولذلك هذا العدوان الذي يجري اليوم هو سل حلقة في هذه السلسلة الطويلة من الاعتداءات على بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وبحق مقدساته وأرضه، وهي ليس المرة الأولى التي ترتكب بها مثل هذه المجزرة، بل المجازر الواحدة والأخرى، ويسقط العشرات بل المئات والآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني والعالم ما بين متفرج أو ربما مشجع لهذه الإدارات، الإدارة الصهيونية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية اليوم التي أعطت للصهاينة الضوء الأخضر ليتصرفوا ما يتصرفوا، بل دعمتهم بما سمي في الفترة الأخيرة بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة كإشارة إلى ضوء أخضر للمزيد من عدوانهم والاستمرار في هذا الاغتصاب. ما الذي يمكن أن تفعله الحكومات العربية إزاء هذا العدوان بدلا عن الصمت الذي قالته الهيئة في البيان؟ يعني الحكومات العربية لديها أوراق كما يسمى، أوراق كثيرة جدا تستطيع أن تمارسها للضغط على الكيان الصهيوني أو على الأقل للضغط على المجتمع الدولي ومن ورائه أمريكا التي تساند هذا الكيان وتؤيده في هذه المجازر، لكن للأسف نحن نرى اليوم أن هذه الدول كثير منها لم تكتفي بالصمت، بل راحت تؤيد هذا الكيان وربما تروج لما يسمى بصفقة القرن التي يراد منها تضييع القضية الفلسطينية بجملتها. نعم. وإذهاب ما بقي من حقوق أبناء الشعب الفلسطيني. دكتور، يعني الهيئة طالبت الشعوب العربية بإظهار رفض وشجب للعدوان، يعني هل من الممكن أن يؤثر هذا الصوت الشعبي العربي في القضية الفلسطينية؟ بالتأكيد الشعوب هي بيدها الكلمة الأولى والأخيرة، رغم قوة الحديد والنار التي تمارسه العديد من هذه الدول، لكن تبقى الكلمة الأولى والأخيرة هي كلمة الشعب، ونحن نرى أن هذه الشعوب استطاعت ولا سيما في المدة الأخيرة أن تستفيق من سباتها وتعرف طريقة أخذها لهذه الحقوق واستنكارها للظلم وللرد على الظالمين، لذا تبقى هذه الممارسات لها الدور الأكبر والأثر الكبير لهذه المناصرة، وعلى الأقل أن لا تكون هذه الشعوب هي متماهية مع سياسات الحكومات التي تريد أن تضيع حقوق الشعب الفلسطيني وحقوق الفلسطيني. دكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لك.